بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، سوف نتناول بإذن الله تعالى في الوحدة الثانية الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية. سوف نتناول من هذه الوحدة حضارات شبه الجزيرة العربية. أهداف الدرس: من المتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على رقم واحد، أن يرتب حضارات شبه الجزيرة العربية على الخط الزمني من الأقدم إلى الأحدث بدقة ووضوح. 2- أن يوضح أسباب سقوط مملكة سبأ بشكل سليم. 3- أن يفسر أسباب سقوط مملكة كندا بصورة صحيحة. حضارات شبه الجزيرة العربية على الخط الزمني من الأقدم إلى الأحدث. أعزائي الطلاب، سوف نتناول الآن بعض حضارات وممالك شبه الجزيرة العربية. أعزائي الطلاب، من هذه الممالك مملكة معين، وظهرت سنة 1300 قبل الميلاد، وانتهت سنة 650 قبل الميلاد. أيضا أعزائي الطلاب، مملكة سبأ، وظهرت سنة 950 قبل الميلاد، وانتهت عام 115 قبل الميلاد. أيضا من مملكة حمير، وظهرت أعزائي الطلاب سنة 115 قبل الميلاد، وانتهت عام 525 ميلادية. من أيضا أعزائي الطلاب مملكة كندا، وظهرت أعزائي الطلاب سنة 427 ميلادية، وانتهت عام 550 ميلادية. تعالوا معي أعزائي الطلاب نرتب هذه الممالك على الخط الزمني من الأقدم إلى الأحدث. سنجد أعزائي الطلاب أن أقدم هذه الممالك هي مملكة معين. إذن أعزائي الطلاب، أقدم هذه الممالك هي مملكة معين، تليها أعزائي الطلاب مملكة سبأ، تليها أعزائي الطلاب مملكة حمير، تليها مملكة كندة. إذن أعزائي الطلاب، أقدم هذه الممالك هي مملكة معين، بينما أحدثها هي مملكة كندة. والآن أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. أقدم ممالك شبه الجزيرة العربية مملكة، أحسنتم بارك الله فيكم، مملكة معين. أعزائي الطلاب، تعالوا معي لنتناول أولى هذه الممالك التي سوف نقوم بدراستها، وهي مملكة سبأ. أعزائي الطلاب، يقول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أعزائي الطلاب، مملكة سبأ أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، فاهتمت مملكة سبأ بالزراعة، وذلك بسبب خصوبة التربة ووفرة المياه، فشيدت السدود مثل سد مأرب، كما عملت بالتجارة ووصلت قوافلهم إلى بلاد الشام ومصر ومنطقة الخليج العربي، وامتدت حضارتها ثمانية قرون. أعزائي الطلاب، مملكة سبأ تقع جنوب غرب اليمن، وعاصمتها مأرب، وديانتها الوثنية.
أشهر ملوك هذه المملكة هي الملكة بلقيس. أعزائي الطلاب، كيف انتهت هذه المملكة؟ سقطت هذه المملكة عام 115 قبل الميلاد على يد دولة حمير بسبب انهيار سد مأرب، بسبب سيل شديد يسمى سيل العرب. سيطرت دولة الأنباط شمالا على حركة التجارة البرية. إذن أعزائي الطلاب، من أسباب سقوط مملكة سبأ انهيار سد مأرب، سيطرت دولة الأنباط شمالا على حركة التجارة البرية. والآن أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 1. من أشهر ملوك مملكة سبأ بلقيس، طرفت بالعبد الحارث الثاني بن جبلة، الحارث بن عمرو الكندي. أحسنتم، بارك الله فيكم، الملكة بلقيس. السؤال الثاني، بما تفسر سقوط مملكة سبأ؟ بارك الله فيكم، الجواب صحيح، بسبب انهيار سد مأرب بعد سيل شديد يسمى سيل العرم. 2. سيطرت دولة الأنباط شمالا على حركة التجارة البرية. مملكة كندا. أعزائي الطلاب، يرجع أصول مملكة كندا إلى القحطانيون عرب الجنوب، وأقاموا مملكة قوية في نجد في القرن الخامس الميلادي تقريبا، حيث تكثر فيها الأودية والواحات الخصبة ومناجم الذهب، ونافست المناذرة والغساسنة عسكريا. وكان من أهم ما يميز كندا أن اتسم أهلها بالبراعة في القتال. اتسموا أعزائي الطلاب بالبراعة في القتال. أعزائي الطلاب، مملكة كندا موقعها تقع غرب هضبة نجد، وامتد نفوذها إلى الشمال. عاصمتها كاهل، وهي قرية الفاو في السعودية حاليا. الديانة أعزائي الطلاب، ديانتهم الوثنية. أشهر ملوكها أعزائي الطلاب الحارث بن عمرو الكندي. نهاية هذه المملكة أعزائي الطلاب، سقطت هذه المملكة بسبب صراعها مع المناذرة وهزيمتها، ضعف كندا بعد ملكها الحارث بن عمرو، انقسام كندا إلى ممالك صغيرة انتهت بزوالها. إذن أعزائي الطلاب، من أسباب سقوط مملكة كندا صراعها مع المناذرة وهزيمتها، ضعف كندا بعد ملكها الحارث بن عمرو، انقسام كندا إلى ممالك صغيرة انتهت بزوالها. والآن أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول، بما تفسر سقوط مملكة كندا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. 1. صراعها مع المناذرة وهزيمتها. 2. ضعف كندا بعد ملكها الحارث بن عمرو. 3. انقسام كندا إلى ممالك صغيرة انتهت بزوالها. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة. اتسم أهل مملكة كندا ببناء السدود، أم بناء القصور، أم صناعة الأسلحة، أم البراعة في القتال؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، اتسم أهل مملكة كندا بالبراعة في القتال. وبذلك أعزائي الطلاب، نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.